نرجعوا توا باش نحكيوا التغذيه هذاك علاش بحذانا اخصائيه التغذيه مريم التوكابلي. صباح الخير مريم. صباح النور. صباح الياسمين. الحمد لله عايشك لاباس. الحمد لله. اليوم باش نحكيوا على هشاشه العظام والماكله او الريجيم. بالضبط. يقول القائل الريجيم وهشاشة العظام يظهر لي كيف نعمل ريجيم باش تصير لي هشاشة العظام، هذا حكاية صحيحة والا غلط؟ لا با فورسيمون، هشاشة العظام ما تصيرش معناتها في اللاج ادولت ولا في اللاج جون، وقت اللي معناتها من 15 20 25 30 سنة ما تصيرش هشاشة العظام. نحكيو سورتو لا فريكونس اكثر نلقاوها عند الناس الكبار في العمر في سن الامل، دونك نجمو نقولوا معناتها حتى قبل شوية يعني من عمر 45 47 سنة، سولون لي فاكتور بطبيعة حسب المينوبوز، الهرمونات اللي في البدن والتغذية نتاعنا بطبيعة نبداو نشوفوا فما هشاشه عظام. باهي يقول قايل نعرف اللي ماكش طبيبه ما ميساش باش نزيد نفسروا اكثر للناس، كيفاش المراه تبدا تكتشف اللي هي عندها هشاشه عظام؟ باهي نبدا بوجع المفاصل، وجع في الظهر في الساقين في اليدين، لي كرومب مسكولير، كي تعمل امبيلون سونغان باش تلقى الكالسيمي طالعه، معناتها الكالسيوم في الدم يكون طالع، مش معناها حاجه باهيه، كي يكون طالع معناها العظم قاعد يخرج في الكالسيوم وهذاك يخرج في الدم. دونك وقتها فما ريسك نتاع هشاشة عظام، ما نجمو أن كونفيرم هشاشة عظام كان بالإكزاما نتاع العظم باش يشوفوه معناتها الدنسيتي نتاعو، اسكو العظم مريقل وإلا بدات فيه دي بوروزيتي، سي سكون أبيل أوستيوبوروز، معناتها فما كنقب صغار فوالا في وسط العظم. دونك هذاك كسر ممكن التكسير عندها دخل ولا؟ لا ما عندهاش دخل هذيك، هذيك كسر يصير في بلاصة معينة، إذا كان في العمر الصغير بطبيعة باش يتلحم العظم عادي، إذا كان في مرحلة معناتها متقدمة من العمر بيان سور يولي مشكل، وهذاك دايوغ كي تصير سورتو في المخروقة معناها يولي فيها أكثر ريسك على الإنسان، دونك لازم ديما يرد باله من خلال التغذية نتاعو من العمر الصغير وحتى في العمر المتقدم. باهي معناتها اليوم أنت باش تنصحنا شنو لازمنا ناكلوا باش ما تصيرناش فوالا بالضبط هو بيه. نحب نقول أي اللي راهو هشاشة العظام كي نحكيو ما لازمناش ناكلوا فوالا هو اجا نقول لك حاجه هشاشه العظام كي نحكيو عليها في البيريود هذيا توا العوام هذوما مش كيما كنا نحكيو عليها 10 سنين 15 سنه التالي قبل ما كانش فما مشكل الحليب والجبونات والياغوت الناس يتخليو عليه خاطر يخافوا من المرضات ويخافوا من ليزيتيود اللي قاعده معناتها الناس كنت تقرا سوغ انترنت يقول لك لا الحليب ما عادش باهي ونحيت الحليب انا واحده من الناس توا الناس الكل يقول لي لا وليت ناخذ قهوه كحله الحليب نبعد عليه والياغوت قالوا مش باهي لهنا ولينا نلاحظوا انه فما برشا ناس ولاو عندهم نقص في لابور اون كالسيوم راهو الكالسيوم كمعدن يلزم يقعد متوفر في الماكله نتاعنا حتى يكشي لاخر حياتنا، يقعد ديما حاجتنا بالكالسيوم. اي نجم نلقاوه في المعدنوس مثلا. بالضبط فوالا، دونك هذوما الحاجات اللي هما مثلا كيما المعدنوس، اللوبيا الخضراء، الججلان، الفاكهه بصفه عامه نلقاو فيها كالسيوم بالكدا، تنجم ما نتناولوهاش كل يوم كيف ما يلزم باش نحققوا كلابور نتاعنا معناتها حسب احتياجاتنا. تنجم زاد مثلا كي باش ناخذوها فما حاجات مثلا كيما كي تقولي معدنوس فيها ليزوكسالات، هذوما مواد ما يخليوش امتصاص الكالسيوم يصير بالكدا. معناها كالسيوم انا المعدنوس كي نجي نحل ونلقى فيه كالسيوم صحيح بهذاك اشوف اسكو بيو ديسبونيبل معناتها في البدن يصير الامتصاص نتاعو كيف ما يلزم والا لا. انا ديما نقول راهو الحليب ومشتقاتهم تقعد حاجه لازمه في الجسم نتاعنا باش نحل بارونتيز صغيره راهو الحليب والياغوت والجبونات في تونس ماهمش قاعدين يصيروا لهم نفس معناها البقر ماهمش قاعدين يتعاملوا معاه كيما تدخلات هرمونيه خلينا نقول فوالا بالضبط دونك ديما معناتها يتسمى حاجه باهيه صحيح فوالا نقصوا في الكميه اي نجم نقولوا مثلا من عمر 40 سنه كنوليو ناخذوا ان سول برودوي ليتي فيه البركه قبل العمر هذاك بين زوج ثلاثة معناتها هذايا لابور ريكوموندي بالنسبة للكالسيوم نجمو نعوضوا بمكملات غذائية معناتها اللي ما يحبش ياخذ الحليب معناتها هذايا ان كونساي للناس اللي توا يتفرجوا فينا اللي ما ياخذوش حليب وما ياخذوش كالسيوم معناتها من المواد نتاع الحليب ياخذوا على الأقل ان كومبليمون اليمونتيغ يكونوا حرابش نتاع كالسيوم اللي يعطيو تقريبا 1200 ملي جرام في النهار. باللي سمعنا تويكا وانا واحده منهم يعني كتقولي انت نجيو نشوفوا التو نتاع الكالسيوم مرتفع عند المراه ساعات وهذاك اش معناها عندها هشاشه عظام وكل شيء ومن بعد تقولي لا خذ كالسيوم كوميم قولوا شنو دخل هذا في هذا؟ باهي فوالا احنا كي باش ناخذوا كالسيوم شنو باش يصير هو باش يمشي في الدم دونك الكالسيوم هذاك باش يولي يتعطى للعظم باش تصير امتصاص في العظم بيان سور مع الفيتامين دي مع برشا حاجات اخرين ايتا دو سونتي كيما قالت صفاء اللي شنو اللي مازلناش ناكلو تو نقول عليه دونك لهنا العظم نتاعنا باش يتغذى على خاطر فما معناتها لي زيستيوكلاست لي زيستيوبلاست هذوما الخلايا نتاع العظم اللي هما يتجدوا حياتنا كامله دونك ما فماش انا الهيكل العظمي نتاعي يتكون معناتها اني توا ما عادش نستحق كالسيوم لا الهيكل العظمي يقعد يتجدد دونك كي باش ناكل انا كالسيوم بالكدا الكالسيوم هذاك باش يمشي للعظم كي ما ناكلش كالسيوم بالكدا شي يصير لو ريسك نتاع الاوستيوبوروز يولي يتفتت العظام شويه ينقص ويخرج الكالسيوم هذاك في الدم داكور هو سيت ان اكيليبر ما بين انا شنو ناكل الكالسيوم اللي في الدم والكالسيوم اللي في العظم.